هلا والسلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بحلقة جديدة من تراريا، طبعا حلقة رقم 12 اتوقع. المهم اليوم خليني اسوي زوم، كنت عادة بفرم. اليوم طبعا جايين اتوقع بوس فايت جديد او بوس فايت صعب شوي. حنقاتل كلامتس، وكلامتس اتوقع انه شي كبير من الكلامتي مود او شغلة هيك، لانه حاليا في الكلامتس وفي سبريم كلامتس اللي هو اخر شيء، لهذا اخر بوس فايت اتوقع حيكون بالسلسله كلها. فاتوقع حنقاتل منه النسخه الضعيفه اليوم. طبعا جولم تحت، يعني في فراغ كبير بين جولم وش اسمه البوس فايتات البقايا هذول. السولار كليبس، الهاربي كوين، ما بعرف كيف اجيب الهاربي كوين، اتوقع مع الوقت حنعرف. والأورغ طبعا من الأولد وان آرمي. كلامتس هو الجاي. هيلستون كل هالشغلات معاي منها، والسمن يوزد ات نايت. اوكي طبعا شو اسم الشغلة اللي بسوي فيها سبون؟ لا اي اوف دلوجن، هنكتب اي على الاغلب تطلع لنا لو كتبت اي. يب هاي سوي واحدة، اول بالليل ونجرب. خلينا نجرب بدون بفات، او لا خلينا نستخدم بفات ونجرب حظنا. اوكي او ما بستعملها، هذا هو. خلينا نسوي زوم اوت شوي. يب بسوي عليه دامج، بس صراحة اشك بانه في له فيس واحد. حاليا حيخلص ال يب نفس ما اشك بانه في له فيس واحد. خلص عند ال البولتس، ما بدي اسوي له ديسبون. هذا مجرد تجربة، فزمتنا هون موضوع ايزي ما في اي مشكلة. بس تغير الباك جراوند صح؟ ايه تغير، صار كله اسود. هو شغلة حلوة كثير، نفس المون لورد بس تصير الدنيا كلها زرقاء. نايس. اوه جاب صعبه، بس انا ما في معي شيلد. ما في معي شيلد ترى. هيل اوكي، مستحيل تجي من فوق، مستحيل يعني تقلب الموازين من فوق. لازم من تحت على طول. اتوقع انك كنت اسوي دامج اكتر بالكلوروفايت بولت، او اتوقع ان من صاحبه ثاني. انا كنت عم بسوي له دامج لما كان صاحبه عايش، ما اتوقع انك كنت عم بسوي له دامج. شيل الماب، هاي شغلات المفروض اتعلمها مع الوقت. معليش لا لازم اخلي مساحة كبيرة بين الارينا والارينا، مساحة صغيرة كثير. اوكي تعال. اوه شيت، هل منين صابت؟ اشوف كيف. يلا يلا عم بسوي عليه دامج صفر، فلازم اسوي دامج على هذا، لازم اقتل هذا بعدين بس اسوي عليه دامج. صاحبنا مات، سلام. شد كان حيلحقني هاي المرة. بس انهيت. مات نايس. صار في شغلات حوالينا. نايس. اوكي تعرف شو ممكن في عنا امل؟ لا ما في عنا امل، اموت. اوه هاي كانت حتطيني.
استنى 15 ثانية للهيل. لو بس انا اعيش لمدة 15 ثانية. لا حرام. اوكي نزلناه على الربع. في له كم فيس؟ اربع تقريبا. في عنده اربع يعني بس بات له اربع مرات اربع فيسز، واللي هو شيء غريب كثير، اول مره هاي بتصير. المهم بدنا نجيب كلوروفايت بوليتس اول شيء، وثاني شيء اتوقع بدنا ننزل نلاقي ايش اسمه، نكمل بالجنجل نلاقي التمبل. المهم جمعت كتير من هذول كمان. هول تبع البوس فايت كمان ما بتروح نوت كونسوبابل. نايس. برينيل اور. المهم جمعت منهم كتير، هذول مسوي منهم الدرع. ما اتوقع في اسلحة مفيدة لهم. هسيف ممكن تطويره للفيوري جريت سورد. اوه هذا لا. اوه شيت تجمع ال تيرا بليد وهالشغلات. اكسون ميلد بار، ما اعرف الميلد بار شو هي. اتوقع اني اوه شيت هذا عند المولور. هذا المولور. اوكي هون هم نشوف بتسوى سعر فن و ايزي. هذا نعرف نشوف هذا اكتوبلازم وهالبار اللي بينزل من الكرايوغون ايزي كمان. تيرا بليد كنا نعرف تيرا بليد وال أسترال. أسترال بار. أسترال أور. أوه صح. ما بس نسوي له ماين للأور حتى مع شو اسمه من البيكاكس تبعي. فأتوقع لازم أجيب البيكاكس من شو اسمه من الجولم. خل نروح نشوف لو حلاقي الجولم حلاقي التمبل قصدي. أرجع لكم. أوه شيت. جيت من تحته. وات تميت عم بفر لتحت لبين ما يخلص الجنجل فجيت من تحته. نايس اكيد ما احسن اخلصها. ماين ماين بوشن لا. ويل لازم الاقي المدخل. جيت من اخر شيء. حلو كتير. طبعا بس شغلة بسيطة مشان لو بدك تلاقي التمبل تبعك سوي نفس اللي سويته انا. جيب سبلانكر بوشن ودينجر دينجرس بوشن. بس تشوف السبايكس هدول او تشوف اي نوع من انواع الفخاخ هتعرف انه هذا هو التمبل، لان ما اتوقع في فخاخ تانين هيك بالهواء يعني برض الجنجل الا بالتمبل بس. يعني هدول مبينين انهم مجرد باين شغلات ما لها دخل. اوكي خلص ينزل هون. اتوقع ان هذا هو المدخل. يب هذا هو المدخل. اشوف حتى في هون هذول الفخاخ مبينين. يو اهلا. اوكي كم شغله. شت فاول الفخ للاسف. ما بس نحفر لجوا والمدخل ما في احلى منه يعني مثل ما كنتم شايفين. اضطر امشي هيك بس اقل شيء معي السبلانكر بوشن واللايف. هالشي اللي بهيلني. اوكي اوكي شكله عندي اسفت شيء اسفت نوع من التمبر. شب لا حمود يا الله. اوكي توقف على الفخ رسمي كمان. حلو كتير. رجال اتوقع حاليا صار شو اسمه صار الان بي سي تبعي هذا صار
صار يبيع شيء للتنبوت صح؟ يبقى اوه شيت بيوصلني لهون دغري. اوكي استنى ما بحسن اشيل هاي؟ بذكر اني بحسن اشيل هاي انا. ممكن الطريقة ما بعرفها. المهم شفت كم واحد شالها من شو اسمه حطها عند البيت. اخ كم فخ. وبس في عندي ارينا حلوة على فكرة. بس لازم اشيل كل هالفخ. اوه شت تعرف شو؟ هلا اكتشفت انه في عندي ازبل نوع من شو اسمه من التمبلز بالضبط. ليش؟ اتوقع انكم انتبهتوا ليش اوريدي، بس انا هلا لحتى اللي انتبهت. يعني لو ما عم بلعب المودات حاليا كنت مستحيل احسن اقاتل الجولم رسميا، مستحيل لو ما عم بلعب المودات او لولا هداك المود ما بفوتني اللي جوا، لانه عندي هذا مسكر، هذا رسميا مسكر ما في عندي اي مدخل تاني، فوق مسكر وما بحسن اكسر التمبل هلا بهالوقت. اتوقع انه الحمد لله عم نلعب المود هاي بهاي السلسله. عبري نعطيه تست سريع، شو رايكم؟ ايوه نعطيه تست سريع. خلي اسوي تشارج للهيلث و يلا. مسوي عليه شوية دامج. السالفة وما فيها مو هلا، السالفة وما فيها بس يبلش يطلع الليزر هذاك تبعه. أو لما يطير راسه. أو لما ألاقي الماوس تبعي. يا أخي بدي حل الماوس. على طول مضيع 24 ساعة. حاليا اشوف هالبوس فايت نص الوقت انا مضيع الماوس ماني عارفان. هم يجي البروجكتايل على شو اسمه عليه. شيت قتلنا الجولم. هو بصراحة كان المفروض اتوقع الموضوع بما ان الجولم اندر باور. او لا شو هذا؟ بايب تراب. اوه شيت انا محظوظ والله. طلع لي البكسو بكاكس معك نفس هذا شيت. طبعا هرمي هذا بالزباله لانه خلاص ما عاد في عندي اي استخدامات له. هرمي هاي المود حخليه، اوبسيديان حخليه، ماشي بومب هاد طبعا، وستن فراجمنت لا لانه ما بعرف شو الفائده منهم هلا. ماجنوم راوند هرميهم، لا كمان ما بعرف شو الفائده منهم فما هرميهم. اوكي الجولد يا الله ان شاء الله ما بعرف شو الفائده منهم. شاتو طبعا ما بدي اياهم. الزرق فريك ما بدي اياهم بس اشوف منهم الدوم. اي شي تانية صديق حرم كل الشغلات اليوم. بعرف شو بدي اجيب. بدي اجيب هاي اللي رسميا اسمها جولم. place this in your inventory. Can increase defense while standing still. ما اتوقع انه في حدا حيقاتل بوس وحيكون standing still، بس انه كم تعطيني؟ 10 او اول ما اوقف. رسميا اول ما اوقف. نايس not bad.
بس ما اتوقع ان هذيك اللي يوصل. هاد وهيك بيكون الجولم ودع، وممكن حاليا باي وقت يجيني السولار كلابس وبس انا احاول دغري، فما عندي اي مشكله من هالموضوع. او المادنس ايفنت كمان ما في عندي اي مشكله. لا استنى شوي، المادنس ايفنت بتملى بالليل والصبح صح؟ اوه هذا في عندي له مشكله معناته. هلا اتوقع لازم نسويه. خلنا لا صندوق الغلط، صندوق الغلط خلنا نرمي هالشغلات اللي ما بدنا اياها. سبايك سن فراجمنت هاي اللي بدي اعرف شو هو. اوه هاي شكله حلو. ثرو ايرون اور وات، يعني بسوي هاي وبعدين برمي ايرون اور وبس. سن فراجمنت وات، كم ما فهمت. اميون تو ويدن سبايك، ما اتوقع ان في حدا هيستفيد من هالشي. اوكي الجولم شغلاته مو كتير، نوت باد بنفس الوقت مو كتير. اتوقع هلا اني حسويه حقاتل كلامتس، هلا حسويه. ف خلني اسوي شويه، كان اسمهم كلوروفايت، كلوروفايت بوليتس وشي. لازم اشتري ماسكت. خلينا هلا اولا بالليل، وفي شيء ثاني. اوكي في عندي، في عندي شغله ثانيه براسي بس انا خليها بعدين، اتوقع انا اطلع هون. هذا رايي انا. فبسم الله اوكي بسوي عليه دامج حلو كتير. اضطريت اهيل دغري. انا ما بيعجبني ان هذول بيرجعوا علي، هالشي ما عجبني. اول شي احسنت اسوي، احسنت اسوي دوج اكتر بس هلا لا. لازم اقتل اللي تحت اول شي، سوي عليه نار. اوكي اللي تحت almost dead. بهيل بعد 3 ثواني ثانية هيل. اوه شت اوكي الفيس الثاني هذا هو. اخ ضربني فيها. اوكي بس اقل شيء هذا هيلث اقل من هذاك. اوه سويت لهم دوج بالعافيه بس انا هيل. 10 ثواني 9 ثواني للهيل. لا لا عم باكل ضرب ما لازم اكله. اوكي هيل الموضوع شكله منيح بس مو منيح نفس الوقت. اوكي اتوقع انه مات. الا في فيس ثاني طبعا، طبعا في فيس ثاني ما مات. يا رب ما يسوي ديسبون. اوكي واحد مات، لا ما في حدا مات، انا اسف بالغلط ما عم ياخذ دامج لسه هداك ما مات. اوه بتعرف شو هلا هلا اجتني هدول نفس التوينز يعني. اوه شيت ماتوا معي اما هداك مات بس انا هيت. اوكي بس اتوقع انه ميت. بس مع السلامه.
بس ما عجبني الصوت. بس يلا اعطاني بروكن هيرو صوت، هالشي الوحيد ما اعرفه. ان شاء الله اكون صريح. اوكي شايف الفرق بين هذا وبين الجولم؟ مش انا قاعد بلعب مودد انا. اوكي اهلا. اعطاني جريتر هيرن بوشن اللي ما فرق يقول انديا. هنطلع من الليل، صار صباح جماعة، حلقوا البيت. اوكي بروكن هيرو سول، شو الشغلات الجديدة اوه في شغلات كتير بس نسويها بروكن هيرو سول. ترو نايت تابر، اوه لا تقل لي هذا الشورت سورد. اكيد هذا الشورت سورد صح؟ يب. اوكي هنشوف شغلات غيرها. ترو اكسكالبر اوكي. اوبيس بليد، ابيس بليد اسمه غريب بس 100% بنحسن نسوي اسلحة اقوى. اتوقع انه بس نسوي هسه ممكن مو اكيد. شت هذا عن نهاية اللعبة. اوه هذا 6000 اكيد عن نهاية. هذا رسمي عن نهاية اللعبة. ترو ارك اوريدي ها معي صح؟ لا هاي تطويرته لهذا. اوه شت استنى معي الليفنج شارت صح؟ ترو شت ليش ما عرفت اسوي؟ وين؟ هذا هو معي الشارت. اه صح ما زلت ما رميت البروكن هيرو سورد. انا عم بستعجل شوي ثاني انا عم بستعجل شوي يمكن يجيني سلاح حلو من تريجر باك. ف في شغلات ثانيه كلامتس كلون بليس ان يور انفنتوري تو جين بوست تو يور مينيون سلوت بات ات ذا كوست اوف دوس ماكس هيلث. اي دونت وانت ذات. لا بفضل الهيلث تبعي خيب قديش كان اخذ مني هيلث. اوه عطاني ارمر كامل ولا هذا مو ارمر صح؟ لا مو ارمر مجرد شكل بس نحسن نجربه. خلني ارمي هذول. لا مو هذول وين المينيون تبعوتي بدي ارميهم. اتوقع ان هذول هم. خلني زوم سوي زوم. شكلي عبيط. شكلي رسميا عبيط. شو هذا؟ اوه الديفلوبر. اوكي مو مبين مو واضح بنوب انا اسف يعني بس انه مو واضح شيء. اوكي اتوقع انه كان رايح بمشروع نينجا او شيء شغله هيك بس لا نسيتني لحد الان بفضل هدول. ممكن الرجلين حلوين شكلهم ممكن بس الرجلين شكلهم حلوين بس حتى مو مبينين لاني لابس بوتس. يب مو مبينين لاني لابس بوتس. فاست اوكي ما بعرف شو التطويره هاي الكبيره بس خلينا نشوف. اتوقع البروجكتايل هو اللي فيه. اوه بس انا اسوي التشارج قبل كان يرمي العاديه كل مره هلا صار يرمي التشارج على طول. في له تطويره كورف كلامتي بارز اوف لايف اي لايف. هذا شو هذا كيف بجيبه؟ اوه يعني هذا بعد ال شو اسمه بعد المون لورد. اوكي خلينا نشوف لو في شي بوس فايت ثاني. اوكي ها هي لقيتها. حقتلها. اشرب بفاتي قتلها و خلنا نستعمل هالسلاح شوي. نيفر مايند استعمل هالسلاح. يب ها رسميا هو اللي عم يسوي دامج بس بياخذ كتير امو. اوه ليش صار لين؟ اوه شيت في شي تحتي.
اوكي حطار رهيل. What the fuck شو هذا؟ هاشي الماب؟ اوه شت. هولي خيبة شو هاد؟ The fuck؟ ها من جد كبير. اوكي مدري وين اختفى. مستحيل يختفي يعني. اوكي حتموت. اخذت البولتس تبعي. بليز موتي. هولي شيت لا تجي انت. لا لا تجي انت بليز. هذيك ماتت. هلا بسوي دامج على هذا. اتوقع ان هذا اسوي عليه دامج هيك. ريلاكس 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 ريلاكس. ما في شي. ما ليش معصب؟ اوي ليش معصب؟ لا 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 زعلان زعلان. طيب لا ليش هيك زعلان؟ لا 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 ليش هيك خيبة؟ The fuck؟ اوه ليش هيك؟ حتى الافكت لسيت علي. The fuck هذا ما نفس نقاتله لهلا. اوكي اتوقع انه ما حنحسن اقتله هذا. نوب مو هلا اكيد يعني. خيبة اول مرة اشوف بوس لهالدرجة كبير. كان المفروض اسوي زومات نايس. بس جانا شغلات منها استناها. لا جاني هذول الكلوز نوت باد. هالشي فاشل. انا اسف بس هالشي فاشل. ما سوى دامج بنوب. هالشي حلو بس اتمنى لو بس انا ابدله لانه انسانلي فاست سبيد. انسانلي شفط امو يعني. كان في هون 1000 حبة هلا باقي 250 مع اني استعملت البوس استعملته يعني للنص. بس في شغلات بتمنى لو بس اطورها. اوكي المهم اتوقع هذا بكفي لحلقه اليوم. قتلنا كلامتس وقتلنا الجولم بالغلط. ما كنت ناوي عليها هاي الحلقه بس اوكي. وشفنا هداك اللي ما اتوقع حنشوفه بعد فتره طويله شوي. هداك العملاق الضخم بشوي. بس هذا كان كل شيء حلقتنا اليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك تشترك بالقناة. ومع السلامة.